بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وقد أصلح النبي صلى الله عليه وسلم شؤون الناس في حياتهم الاجتماعية والشخصية والاقتصادية وغيرها من شؤون الحياة. وفي هذا الدرس سنتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس ورفقه بهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناحية المسجد فبال، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فأتى بذنوب من ماء أو سجل من ماء، والذنوب أو السجل هو الدلو العظيم المملوء. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، وقال: أهريقوا عليه، أي اسكبوا الماء على بول الأعرابي، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عنه البول. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استنبط العلماء والشراح منه فوائد كثيرة، وسنذكر بعض هذه الفوائد. فمن ضمن هذه الفوائد الاهتمام بالمساجد وتنظيفها. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئة مساجدنا هذا اليوم، إنما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرشه الرمل والحصى، وسقفه الجريد، وأعمدته جذوع النخل. هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهتمون بنظافة هذا المسجد، لذلك لما قام الرجل وبال هم الصحابة أن يمنعوه حفاظا على نظافة هذا المسجد. وكما جاء في حديث آخر، المرأة التي كانت تقم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أي تنظفه، فماتت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد قيل له قد ماتت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها. من فوائد هذا الحديث أيضا إنكار المنكر، إذا وجد المنكر فينكر مباشرة، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هموا أن يمنعوا هذا الرجل من فعل هذا المنكر في المسجد. ومن الفوائد العظيمة الرفق في الدعوة وفي النصيحة، وهذا هدي عام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في بيته أو مع أصحابه أو مع غيرهم من الصغار والكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة،
وقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس فقط للمسلمين بل للعالمين، فرحمته شملت العالمين كلهم، الناس كلهم. لذلك هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل في الأصل الرفق واللين. فلما كان الناس فيهم العالم والجاهل، فيهم من يعرف الآداب والعادات مثل ما نقول الآن والتقاليد، وفيهم من لا يعرفها، فهم أنواع وأصناف. فالأصل في التعامل مع الناس أن يكون برفق ولين. هذا الرجل الأعرابي فعل منكرا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين، لأنه قد يكون جاهلا أو حديث عهد بإسلام. وهذا الأصل في جميع المدعوين. هذا فرعون أعظم طاغية، وقال: أنا ربكم الأعلى. لما أرسل الله جل وعلا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مع فرعون الطاغية، فكيف بمن دونه من الناس؟ إذن الأصل في التعامل مع الناس أن يكون برفق ولين، لأن في ذلك كسبا لقلوب الناس. فبعض الناس إذا تعاملت معه بشدة وغلظة قد يرد عليك بأسوأ منه، وبعضهم إذا تعاملنا معه بشدة أو غلظة قد يترك هذا الدين. فقد يكون هذا الرجل الأعرابي حديث عهد بإسلام، أو لا يعرف كثيرا من تعاليم الإسلام، فإذا وجد فيه غلظة وشدة قد يرتد والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا قام ضرران فإننا نرتكب أخفهما. كيف ذلك؟ هذا الرجل الأعرابي بال في المسجد، وهذا البول خطأ، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يتركه، وإما أن يمنعه. فإن تركه فهو ضرر في مكان محدد، وإن منعه فإما أن يضر بالرجل إذا قطع بوله وقد يضر بصحته، وإما أن يضر بدنه وثيابه يلوثها بالبول، وإما أن تزداد كمية البول في المسجد، وهذه كلها ضرر. أيها أخف؟ بلا شك أنه إذا تركه وكان في مكان محدد فإنه سيكون أخف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الضرر الضررين بأخفهما، وهو أن يترك هذا الرجل حتى ينقطع بوله. أيضا من الفوائد، وهي فائدة فقهية، إزالة النجاسة. والنجاسة أنواع، منها هذا البول إذا كان في مكان فإنك كيف تزيله؟ بأن تأتي بماء كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من القوم فأتى سجلا من ماء. السجل ذكرنا لكم أنه الدلو الكبير المملوء بالماء، أي ماء أكثر من البول، فشنه عليه، أي كبه وسكبه على هذا البول. لكن هذه الحالة تكون في المساجد أو في الأرض الترابية. لماذا؟ لأنه إذا سكبت الماء الكثير على هذا البول تشربه الأرض ثم تزول هذه الطهارة. أما في مساجدنا الآن فإنه لا يمكن إزالة هذا البول لو أتى على السجاد إلا بتنظيف السجاد بأدوات ونحو ذلك، ولأن الأرض لا يمكن أن تسحبه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.